القادم وجلا دور محميون فين الحق فين القادم واليوم سوقتا حقيقة ولا بدا واليوم سوقتا حقيقة ولا بدا واليوم سوقتا حقيقة ولا بدا حرية الفورية معتقد سياسي حرية الفورية معتقد سياسي حرية الفورية معتقد سياسي حرية الفورية معتقد سياسي تأتي أولا الاحتجاج على استمرار ظاهرة اختفاء القصرين عن باقي الجمعية مشتركين على اللائحة فيها 75 اسم سيتم إصدارها بذكرى 10 جانبية المقبلة كذلك لنذكر على أن لا يمكن الحديث على تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة وملف الاختفاء القصري مازال مفتوحا والحقيقة مازالت غائبة حقيقة ما وقع ترسيخا للتقليد الحقوقي الوطني بالاحتفاء بضحايا الاختفاء القصري وكافة ضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحيي هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اليوم الوطني للاختفاء القصري الذي يصادف يوم 29 أكتوبر من كل سنة وهو ذكرى الاختفاء قصرا للقائد التقدمي المهدي بن بركة المختطف سنة 1965 بباريس والمناضل الحسين المنوزي الذي اختطف سنة 1972 بتونس وبهذه المناسبة نؤكد من جديد رفضنا الثابت لأي طي لملف انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولملف الاختفاء القصري بالخصوص دون الكشف الكامل عن حقيقة كافة ضحايا الاختفاء القصري الذين لا زالت حالتهم عالقة. الصديقات والأصدقاء لا زال ملف المهدي بن بركة وملفات عبد الحق الواسولي الرويسي وعمر الواسولي والحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف ووزان قاسم ومحمد إسلامي تراوح مكانها كما لا يزال تقرير أشغال هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ينشر بعد رغم مرور أزيد من 15 سنة على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة. الصديقات والأصدقاء إعمالا بتوصية الندوة الدولية المنظمة من طرف هيئة المتابعة أيام 20-21-22 أبريل 2018 بمراكش لتقييم مسار العدالة الانتقالية ببلادنا ولخلاصة ومشاورة الحركة الحقوقية الوطنية وبمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد بعد انتخابات 8 شتنبر ونتائجها السياسية الجديدة فإننا نجدد دعوتنا لكل المؤسسات الرسمية المعنية للتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة وحفظ الذاكرة والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية وإصلاح العدالة ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وفي هذا الإطار فإننا نواصل الإلحاح على ضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القصري بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القصري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة يشتكون من وقوعهم ضحايا الاختفاء القصري وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة. والحق في التظاهر السلمي وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين من سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ومدونين والمعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية. أصدقاء وصديقات نناشد في هيئة المتابعة جميع القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بأن تجعل من مطلب إنشاء آلية وطنية لاستكمال الكشف عن الحقيقة رافعة للوضع النهائي لأسس بناء دولة الحق والقانون.